بعنوان السقوط من الأدب النسوي. السقوط نظرة مارتا ذات 19 ربيعا من سطح ناطحة السحاب إلى المدينة التي كانت تتلألأ تحت الغسق القرمزي، حيث استطاعت التغلب على الدوار. كانت ناطحة السحاب الفضية شامخة ومتألقة في مساء جميل وصاف، بينما حركت أذيل الريح قطعا من الغيوم التي تزخرف الخلفية الزرقاء الخلابة. في الواقع يخيم على المدينة في هذه اللحظات إلهام كبير، فمن كان بصيرا فستجره الأجواء بالتأكيد. من ذلك الارتفاع ومع هبوب الريح رأت الفتاة الشوارع والمنازل الكثيرة الملتوية على خط الغروب الطويل، وعند نهاية سلسلة المنازل البيضاء تبدأ زرقة البحر بالظهور من تلك النقطة الشامخة. بدأ البحر كأنه يرتفع إلى الأعلى، في حين كانت ظلال الليل تزخرف من الغرب، وبدت المدينة كهاوية جميلة محترقة بالأضواء النابضة. في هذه المدينة رجال أقوياء ونساء أقوى منهم، وفراء وآلات وكمان وسيارات لامعة كأنها حجر العتيق اليماني، ولوحات النيون على الملاهي الليلية، ومداخل القصور المظلمة والنوافير والألماس والحدائق القديمة الهادئة، والحفلات ورغبات الأنفس وشؤون الخلق. وعلاوة على هذا كله الانغماس في سحر المساء الذي يحظ أحلام المجد والعظمة. وبعد رؤية هذه الأمور انحنت مارتا يائسة على الدرابز مطلقة لنفسها العنان. شعرت بأنها ترفرف في الهواء، ولكنها كانت تسقط. فمن ارتفاع استثنائي ناطحة السحاب باتت الشوارع والميادين القابعة في الأسفل بعيدة كل البعد. من يعلم كم ستستغرق من الوقت لتصل إلى هناك؟ وما زالت الفتاة تسقط. وفي تلك الأثناء امتلأت شرفات الطوابق العلوية بأغنياء أنيقين يرتشفون عصير الفواكه المشكلة ويتبادلون الحديث التافهة. كانوا مقسمين في مجموعات، وأحاديثهم العالية غطت على أنغام الموسيقى. مرت مارتا من أمامهم، فنظر إليها بعض الأشخاص وأمعنوا النظر، فحوادث الوقوع هذه عادة ما ترتكبها الفتيات لم تكن نادرة الحدوث على الإطلاق. وتشكل هذه الحوادث تسلية طريفة للمستأجرين، وهذا أحد أسباب كون هذه الشقق باهظة الثمن. لم يغرب قرص الشمس بعد، ولكنه بذل ما بوسعه لينير لباس مارتا البسيط. فقد ارتدت فستانا ربيعيا محتشما ورخيصا، لكن أشعة الشمس البراقة امتدت بطريقة ما ليبدو أنيقا، ومن شرفة أصحاب الملايين امتدت يد معطاء مقدمة الورد وعصير الفواكه المشكلة. وقال صاحبها: آنستي، أترغبين بقدح من العصير أيتها الفراشة اللطيفة؟ لما لا تتوقفين دقيقة معنا؟ ابتسمت وحلقت بسعادة وقالت أثناء سقوطها: لا شكرا يا أصدقاء، لا أستطيع، فأنا في عجلة من أمري. سألوها: إلى أين تتجهين؟ أجابت مارتا: كفاكم، لا تجبروني على إخباركم. ولوحت بيدها مودعة لهم بمودة. مد شاب مشهور جدا فارع الطول وأسمر البشرة يده ليخطفها. أحبته، لكنها دافعت عن نفسها بسرعة قائلة: سيدي، كيف تجرؤ على ذلك؟ وكان لديها متسعا من الوقت لتنقره على أنفه. اهتم الجمع الجميل بها بما جعلها تشعر بالرضا عن نفسها، وشعرت بالانجذاب والأناقة. في شرفة أخرى ممتلئة بالأزهار جرت محادثة لعدة دقائق أو ربما أقل في ظل الجلبة التي كان يحدثها الندل.
في لباسهم الأبيض ووسط صخب الأغاني الغربية. كانت المحادثة عن تلك الفتاة اليافعة التي مرت أمامهم، حيث كانت تسقط من أعلى إلى أسفل بطريقة عمودية. رأى بعض الحضور بأنها جميلة، وآخر رأوها فتاة لا بأس بها، لكنهم أجمعوا بأنها مثيرة للاهتمام. قالوا لها: الحياة كلها أمامك، لما أنت في عجلة من أمرك؟ ما زال لديك الوقت لتتقدمي للأمام وتشغلي نفسك. قف هنيئة لأجلنا، حفلتنا مع الأصدقاء متواضعة، هيا ستقضين وقتا ممتعا. حاولت أن ترد عليهم، لكن قوة الجاذبية الأرضية اكتذبتها، إلى حين بغت إلى الطابق الذي يليه، ثم إلى الطابق الثاني، في الطابق الثالث، في الطابق الرابع. اندفاعها كان بالضبط كاندفاع الناس في عمر 19. من المؤكد أن المسافة التي كانت تصلها عن القاعة للشوارع كانت هائلة. صحيح أنها سقطت منذ وقت قليل، لكن الشوارع كانت دائما تبدو بعيدة جدا. في تلك الأثناء توارت الشمس خلف البحر، فلم يعد المرء يراها، وكأنها تحولت إلى طبقة من الفطر الأحمر المتلألي. نتيجة لذلك لم تعد الشمس تبعث خيوطها الذهبية لتضيء فستان الفتاة وتجعله كشهاب أخاذ، لكن من حسن الحظ أن نوافذ ناطحة السحاب وشرفاتها كانت كلها تقريبا مضاءة، فعكس ضوءها على الفتاة وباتت كأنها مغطاة بالذهب، بينما كانت تسقط تدريجيا. لم ترى مارتا الناس المحتفلين داخل الشقق وحسب، بل رأت في بعض الأوقات بعض المكاتب التي جلس فيها موظفين ببدل زرقاء أو سوداء على طاولات في صفوف طويلة.